بهدف حماية البيئة والحفاظ على المظهر العام لمدينة الجزائر، نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر خرجة ميدانية بالتنسيق مع مصالح بلدية باب الزوار لإزالة السلاسل والحواجز والمخروطات والصناديق المستعملة من طرف المواطنين وأصحاب المحلات التجارية لاحتلال الأرصفة وإعاقة الطريق العام دون رخصة. نظمت اليوم مصالح أمن ولاية الجزائر خرجة ميدانية ممثلة في فرق الأمن العمومي وفرق حماية البيئة والعمران بالتنسيق مع مصالح البلديات لنزع المتارس من الحواجز والسلاسل والمخروطات والصناديق التي تستعمل من طرف أصحاب المحلات التجارية والمواطنين في احتلال الرصيف والطريق العام. سكان بلدية باب الزوار استحسنوا هذه المبادرة التي وضعت حدا لهذه الممارسات التي تتنافى مع الآداب العامة للطريق. أعطي حق الطريق، هذا الطروطوار أنا ما نساش فيه، أنا نسى المتر عند الدار، سيتو، أمتر عند الدار، هذيك حقي، كي يجي واحد يطلع لي ستاسيوني لي هنا من حقي، بصح في الطروطوار نو، الطروطوار تاع الدولة ماشي تاعي. كما راكم تشوفوا في هذه الحالة صاحب المحل التجاري هذا هنا راهو الجا دار المخاريط هذو سلاسل مخاريط ومتاريس سبيسيالمون باش يستاسيوني المو على جال الركن باش يستعملها الركن سبيسيالمون للمحل التجاري تاعو. في هذه الحالة مباشرة نقوموا بنزع هذا المخاريط والمتاريس ونتخذوا معه اجراءات قانونية لازمة في هذا السياق. مثل هذه المبادرات من شأنها أن تقضي على كل ما يشوه المنظر العام ويخلق الفوضى، في مقابل ذلك استغلال هذه المساحات في تزيين الطرقات والأماكن العامة.